اسمحوا لي اسمحوا لي، انا عايفكم كان عندي خلل بالصوت، انطوني مجال انطوني مجال. لا 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 لا، فوتوني 100 سالفه. اولا احنا نريد نعرف انتوا ايش راح تخربون بالبلد، وانتوا ايش راح تصلحون بالبلد. عوفوا سيدنا عمر، عوفوا سيدنا عمر. اريد انتوا ايش راح تسوون؟ راح تقسمون العراق لو ما تقسموه اليوم يا شيخ عبد الرزاق؟ نعم. سألت الدكتور أنا سؤال واضح. نعم. قال من يريد تقسيم العراق فهو مجرم. دكتور سنان. نعم. دكتور عبد الرزاق مجرم؟ نعم. أنا أؤكد عليها، ضيفك الكريم قال زلة لسان. لا بالله مقصودة، واعتبرها جريمة. نعم. لأن العراق ما يستحق. إحنا اليوم العراق دولة واحدة ويرزخ تحت حكم من يسلم العراق لإيران. هذه جريمة. من يصر على بقاء العراق واحد واحد في ظل الاحتلال الفارسي. هذه هي الجريمة. المجرم من يريد أن يسلم العراق لإيران على طبق. من يرفض الإقليم هو يريد أن يسلم العراق لإيران على طبق. هذه هي الجريمة. وليس من يدافع عن أهله ويريد خلاص أهله من إيران هو مجرم. جيد، عاشت إيدك. من يريد تقديم العراق كله لإيران على طبق.